بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير كلمة السر في حسابنا على الانستجرام حتى لو احنا ناسيين كلمة السر القديمة. طريقة سهلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي، ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. أول حاجة هنعملها ندوس على صورة البروفايل بتاعنا من تحت هنا يا شباب، بعد كده هنضغط على الثلاث شرطات اللي موجودة فوق على الشمال، بعد كده هنختار من هنا مركز الحسابات، بعد كده هنبدأ نضغط على التفاصيل الشخصية، بعد كده هنضغط على معلومات الاتصال. زي ما حضراتكم شايفين أنا هنا ضايف بريد إلكتروني ورقمين كمعلومات اتصال لحسابي على الانستجرام. أهم حاجة يكون عندك حساب بريد إلكتروني. لو أنت مش رابط حساب بريد إلكتروني هتلاقي مكتوب في الصفحة دي إضافة بريد إلكتروني، بتبدأ تحط إيميلك في جوجل، بعد كده هيجي لك رسالة تحقق عليه مكونة من 5 أرقام، بعد كده خلاص أنت ربطت حسابك في جوجل على الانستجرام، لأن الجيميل ده هو اللي هيخلينا نقدر نغير كلمة سر حتى وإحنا ناسيين كلمة السر القديمة. فأنا هنا معايا بريد إلكتروني أهو، فهرجع بقى خطوة لورا، بعد كده هرجع كمان خطوة، هختار من هنا كلمة السر والأمان، بعد كده أقول له تغيير كلمة السر، بعد كده اختار حساب انستجرام لان انا رابط الفيس مع الانستا، بعد كده بيقول لنا هنا غير كلمه السر بقى، اكتب كلمه السر الحاليه، فطبعا احنا نسيناها، فهنضغط على هل نسيت كلمه السر. هنشوف هنا بيقول لنا ايه، لقد ارسلنا رساله بريد الكتروني على الجيميل بتاعك تتضمن رابطا لاعاده تعيين كلمه السر. فاحنا كل اللي احنا هنعمله دلوقتي هنروح على الجيميل، عشان في رساله جت لنا دلوقتي على الجيميل من الانستجرام وفيها رابط تعيين كلمه السر. فهنيجي على الجيميل، هنضغط على الجيميل بالشكل ده، زي ما حضراتكم شايفين لسه جالي حالا رساله من الانستا، هنضغط عليها بالشكل ده. هنا بيقول لنا اعاده تعيين كلمه المرور، هنضغط عليها بالشكل ده. وزي ما حضراتكم شايفين يا شباب هنا فتح معانا صفحة إنشاء كلمة سر جديدة، هنبدأ نكتب هنا كلمة السر الجديدة، وبعد كده هنبدأ نكتبها هنا كمان مرة، وبعد كده هنضغط على إعادة تعيين كلمة السر، وبكده نكون قدرنا إننا نغير كلمة سر في حسابنا على الإنستجرام حتى لو إحنا ناسيين كلمة السر القديمة. بس وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات وإن شاء الله أرد عليكم على طول، وأشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو جديد، مع السلامة.